مرحبا مواليد بوش الثور، اليوم بدنا نحكي عن الأسبوع الثاني من شهر تموز يوليو. كيف بده يكون هذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع بالنسبة لكم أنا بعتبره كفلكية، بعتبره أسبوع جيد مناسب للتقدم، لحط المزيد من المجهود. ليه؟ لأنه المجهود بهذا الأسبوع بيعطي نتيجة. يلي عم يدرس يلي عم بيشتغل، معلش، في أيام في يومين كتير حلوين بهذا الأسبوع ورح تستفيد منه. كوكب الزهرة هو يلي الكوكب الوحيد اللي عم بيعمل تغيير غير القمر بهذا الأسبوع. كوكب الزهرة يوم الخميس عم بينتقل من برج السرطان لبرج الأسد، ورح أعمل فيديو مخصص لتأثيرات هذا الكوكب الجميل على كل الأبراج. المهم، الأحوال الفلكية مثل الأحوال الجوية، الاثنين والثلاثة القمر موجود ببرج الأسد يلي هو عم بيشكل مربع مع برجكم. يعني هلا الزهرة بعده موجود عم بيساعدكم من برج السرطان للخميس لحتى ينتقل الى برج اخر، فبعد المساعدة موجودة في الكلام والتعاطي، خاصة مع الاحبة، خاصة مع الاولاد، خاصة مع احبائكم، خاصة في التعامل مع الامور يلي هي عقارية او منزلية او هالقصص الخاصة فيكم. اذا تنين والتلاتة هنالك نوع من عجقة عندكم، لكن مواليد برج الثور بيقدروا يمشوا امورهم إذا أخذتوا الأمور بهدوء وابتعدتوا عن الخلاف، أو أنكم تمشوا بموجة الخلاف. ترتاحوا الساعة 5 المساء توقيت بيروت يوم الثلاثاء، لأنه القمر بيروح لبرج العذراء. خي تأثيرات فلكية ترابية ممتازة جدا رح بتساعدكم. الأربعاء والخميس هاليومين القمر موجود ببرج العذراء، هذول هني أفضل فترة لإلكم. هذه الفترة هي رائعة، بعتبرها مدعومة هذه الفترة تحديدا هذول اليومين طبعا من القمر، من الزهرة، ومدعومين أيضا من الشمس، وفي عندكم طبعا نوع من طاقة كتير حلوة عم بتسرع نشاطكم الفكري والجسدي. عملكم بيمشي بسرعة، أمور عاطفية مسهلة، يلي بده يتصالح، يلي بده يظبط أموره العاطفية العائلية مع الأولاد، الأشخاص، مع العيال، وأيضا مع الأصحاب. فترة مناسبة جدا جدا للعمل، للشغل، للمواعيد، كل أنواع المواعيد تقريبا كل شيء مسهل. الجمعة، السبت، والأحد القمر هون صار موجود ببرج الميزان يلي هو البيت السادس، يعني الشغل فوق راسكم. عطلة الأسبوع رح بتكون ركض بركض، شغل شغل، ركض ركض ركض. كلكم عندكم طاقات حلوة طبعا، لأنه الشمس بتساعدكم من برج السرطان، في عندكم طاقة كتير حلوة، حتى الزهرة من برج الأسد رح بيساعدكم يلطف الأمور العائلية، فالخلافات تقريبا مش موجودة، أو إذا موجودة بتتسهل وبتتيسر. وفي عنا أيضا طبعا هالقمر الموجود برج الميزان هو شغل، هو تعب إرهاق، وهو يمكن حتى النفسية بحاجة لاهتمام. يلي عنده نشاطات بعطلة الأسبوع رجاء عملوا حساباتكم انه الجمعة السبت والاحد شوي متعبين، خاصة يلي لازم ينتبه 17-18 ايار مايو اورانوس. اما كوكب المريخ بلكم رجاء رجاء كونوا حذرين من السرعة، من المشكل، من الضغوط، من اي مسألة. 12-13-14-15 ايار مايو. تابعوني مع الابراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.